صراحة أنا أنصح الشباب الكويتي والشباب العربي وكافة شباب العالم إنهم يجون الإي سكوتس سكول أوف لانجويجز، وإنهم يجون صراحة هاليفاكس، لأن الشعب هني صراحة جميل جدا ومحترم ويحترم الثقافات، وهذا أهم شيء. الطالب المبتعث في دورة احترام الثقافات، الناس تحترم ثقافتك وتحترم دينك وتحترم كل شيء أنت جاي منه. أنا اسمي منذر الشمري من الكويت، راح أروح جامعة دالهوزي يونيفرسيتي بإذن الله، وأنا الحمد لله لدي قبول في طب الأسنان، دراسة طب الأسنان، وإن شاء الله أكمل دراسة طب الأسنان 7 سنين في دالهوزي. أنا اخترت هذه المدرسة لأني سمعت عنها كثير، والملحق الثقافي أضافني هذه المدرسة لأنها محترف فيها كثير من الجامعات في كندا، وصراحة مدرسة جميلة جدا، لديهم معلمين كفاءة ومحترمين، والبسمة منتشرة في المدرسة.